حاجة نفسك فيها ما عملتهاش؟ أقول لك بكل صراحة. أيوة هي دي. ومتغاظ منك. ليه؟ ما أنا هقول لك. بإذن الله الكاميرا هتبقى تبين كم الجوائز اللي هنا. دي أحمد جوائزي وأنا ملحن وأنا مغني. سيبك من وأنا مغني دي لأني ساعات بتبقى مجاملات. وأنا ملحن خدت أهم ملحن في الوطن العربي من لبنان. خدتها من تونس، خدتها من المغرب، خدتها من الأردن، خدتها من دبي، ما خدتهاش من مصر. والله كنت باخد من مصر جوائز بس بحس إنها مجاملة. يعني عشان تيجي تحضر الحفلة ومش عارف إيه ونعمل لك درع عارف الجو ده. لكن أما روح أتكرم في لبنان على أحسن ملحن في الوطن العربي برجع بحسرة، بحس إن الله يا أخوانا أنا بجد ملحن كويس. أنا عامل طبعا تعمل حاجات ما حدش يختلف عليك، تاريخ بجد حلو وتاريخ مشرف. طب ليه هنا في مصر ما أخدهاش؟ يجي مثلا أقول لك إيه معلش أصله هنا في مصر بالتصويت. طب قولوا لي يعني إيه يا جماعة التصويت؟ يعني خش على النت وخلي أصحابك يصوتوا، وخش بس وخلي معجبينك يصوتوا وأنت هتفوز. أقول لهم لا أنا مش راضي على الموقف ده. لا أنتوا هنا تقولوا لا إحنا هنخلي لجنة في المهرجان تقيم، مش أنا عشان عندي جمهور كتير ويبعت يقول كسبوا كاريكا يبقى كاريكا كسب. لا أنا أرفض. لازم الناس اللي في المهرجان يكون عندها ناس ليها في الموضوع تقول لك آه كاريكا السنة دي عمل كذا حلو وعمل كذا وعمل فكرة كذا وكذا 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 يستاهل، فلان يستاهل. لكن لو قلت لي جمهور طب ما انا هروح واقعد ناس من النت واقول لهم طب معلش يا جماعه خدوا 10000 جنيه وصوتوا لي خدوا 20000 يبقى انا كسبت الجايزه بفلوسي. وصلت. طيب خلاص وصلت. بس قول لي اي حاجه ثانيه شايف مين